أنا مؤيد بشارات من اتحاد لجان عمل الزراعي فلسطين، منسق حركة طريق الفلاحين في المنطقة العربية. بدأنا العمل في 2003 في تجميع البذور البلدية الأصيلة من الفلاحين وخاصة كبار السن الذين كانوا يجمعون البذور لغاية الزراعة. قمنا في 2003 بالبدء بأربع إلى خمس أصناف من الخضار البلدية الأصيلة، وقمنا بإكثارها وتجميعها في بنك البذور. من 2003 حتى الآن وصل عدد الأصناف التي تم جمعها من المزارعين حوالي 50 صنف. هذه الأصناف جميعها أصناف بلدية أصيلة. كنا نصل ونوزع هذه البذور بشكل شبه مجاني للمزارعين والمنتجين. بتم زراعة هذه البذور في زراعة بيئية كاملة، لا تعتمد على الكيماويات وتعتمد على مياه الأمطار، لا تعتمد على مياه الري، وتنتج غذاء طبيعي وسليم للمزارعين والمستهلكين الفلسطينيين. العنصر الأساسي في السيادة الغذائية هو البذور. إذا كانت البذور أصيلة والمزارعين قادرين أن ينتجوا بذورهم بأنفسهم، فهم سيكونوا قادرين على الحفاظ على سيادتهم على مواردهم خاصة الأرض والقدرة على الإنتاج والاستمرار في الإنتاج كحصيلة نهائية، ولا يكونوا سلعة بسيطة وسهلة في يد الشركات الاحتكارية التي تحتكر عليهم البذور التجارية والتي لا يمكنهم إنتاجها في مواسم لاحقة. الاتحاد في هذا الموضوع عمق العلاقة ما بين المزارع الفلسطيني وبين أرضه، الأرض التي تتعرض بشكل ممنهج ومستمر للاحتلال والمصادرة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة اللي هي حكومات استعمارية إحلالية لا تريد للفلسطينيين أن يستمروا في وجودهم في أرضهم، وتريد أن تطردهم من الأرض، وتريد أن يتم الإحلال المستوطنين المستجلبين من كل بقاع العالم ليستغلوا هذه الأراضي ويحدثوا فيها الفساد. وهذا واضح من خلال الاستثمارات التي تقوم بها حكومات الاحتلال في المناطق التي يتم مصادرتها واحتلالها من خلال عملها كمكبات للنفايات أو تحويلها إلى الزراعات التصديرية الكيماوية التي تعتمد على استخدام الأسمدة والكيماويات بشكل مباشر. طبعا اليوم نحن كاتحاد لجان عمل الزراعي شاركنا في اجتماع الهيئة العامة لشبكة السيادة الغذائية على شمال افريقيا، والتي ضمت في عضويتها عضويات جديدة من فلسطين ومن لبنان. نبارك لهم هذا العمل، وهناك تحالفات يجب ان تتم ما بين الشبكة وما بين حركة طريق الفلاحين لما لهم هدف موحد للوصول إلى تعميق السيادة الغذائية وتحقيقها في منطقتنا التي تعتبر هدفا للاستعمار والسياسات الاستعمارية والتبعية لمحور الشمال الاستعماري. فلذلك كان هناك نقاش أن يتم تعديل الاسم ليشمل العديد من المنظمات والمؤسسات في المنطقة بشكل كامل، أن يتم تعميق العمل والعمل بروح الوحدوية والشراكة لتحقيق الهدف. موحدين ننتصر، فرادى ننهزم.